بسم الله الرحمن الرحيم، نبتدي يومنا عشان مسافرين اسكندرية بتحضير الشنط بتاعة السفر. احنا كنت حضرت شنطة والتانية كانت لسه هي بنحط فيها لسه حاجات مفتوحة. طبعا الشقة ما اتفرشتش وقلنا طالما هنعيد في برا في اسكندرية فمش لازم نفرشها الا بعد ما نرجع بإذن الله. فكده احنا محضرين الشنط ودي شنطتي، خلاص قربنا خلاص نمشي. وحضرت برضك الرينج لايت عشان اصور بيه هنا برضك، وزي ما انتم شايفين كده حضرنا كل حاجة. ودي الشنطة، الحاجات بقى بقيت اخد الحاجات الزيادة عندي في الشقة اللي هي في القاهرة من حاجات مطبخ، وبعد كده بوديها في شقة اسكندرية. فاحنا دلوقتي خلاص طلبنا اوبر و دلوقتي احنا ماشيين راكبين الميكروباص وماشيين. في حاجات حصلت كتير في السفرية دي من اول ما نزلنا من باب البيت. اولا خليكم معايا لاخر الفيديو عشان اقول لكم الحاجات اللي حصلت كتير قوي لينا في السفرية دي. متنسوناش في اللايك والشير والسبسكرايب عشان يوصل لكم كل جديد باذن الله. من اول ما نزلنا بقى نقول بسم الله الرحمن الرحيم، من اول ما نزلنا من البيت طبعا بناخد اوبر، فطلبنا ثلاث اوردرات عشان يجوا. فكل مره الاوردر يتلغي من السواق ذات نفسه عشان نستبعد المكان اللي احنا هنروحه من اول البيت عندنا لحد ايه الموقف، موقف العربيات. تمام كده. طبعا احنا المره دي سافرنا نسافر بالليل وفي الميكروباص عشان القطر ما كانش فيه حجز، وانا بصراحه برتاح في القطر عشان ظروف رجلي وكده بتبقى براحتنا اكتر. فاحنا اضطرينا ان احنا ناخد ايه الميكروباص. برضو حصلت حاجه في الميكروباص ان احنا بعد ما ركبنا العربيه غير دي اللي قبل منها ولسه ما اتحركتش، فقلنا نطلب الاول الكرسيين اللي قدام عشان رجليه برضو. ف الراجل قال لا ده في محجوزين ومش محجوزين، واكتشفنا بعد كده بعد ما ركبنا ان هو مش محجوزين وناس تانية ولسه جايه بعدينا وخدوا الكرسيين. فطبعا الفصل مش كويس، انت بتبدي ناس على ناس، احنا هندفع وهم هيدفعوا. فبسبب كده اتلككنا وقلنا بقى ايه ننزل، وركبنا العربيه التانية اللي احنا راكبينها دي. فدي اول حاجه حصلت لنا في اليوم ده. تمام كده. طبعا احنا ماشيين على الساعة 11 من البيت، متأخر برضك ما بنروحش في الوقت ده. انا يعني انا بخاف بصراحة اخرج بالليل سفر وكده. المهم خدنا بعدنا ومشينا، وكان العربية بصراحة كانت مكيفة وكانت كويسة ومرتاح. يعني خدت كرسي برضك، الراجل عارف المشكلة اللي احنا نزلنا بسببها من العربية الاولانية لانهم زمايل في خط واحد. فطبعا قعدني انا قعدت على كرسي بحيث انه قدامي الكراسي الفردانيه عشان يبقى قدام رجليا فاضي اقدر ان انا افرد رجليا. تمام. احنا كده ماشيين قربنا خلاص اهو على الكارتة لان ده كده عند كارفور وزي ما انتم شايفين كده بعد منها اول كارتة على طول. المهم قعدت على كرسي هو عشان رجليا وهم قاعدين في كرسي في ثلاث كراسي اللي ورا السواق، يعني ما فيش بين دول قصة على بعض يعني. فاحنا كده خدنا الطريق، فبرضه اكتشفنا ان في الطريق في طرق جديدة وسعوا الطريق خلوا فيه حارات اكتر في الروح والجاي. حتى في الكارتة زي ما انتم شايفين كده احنا واقفين في الكارتة الراجل وقف في طريق غير الطريق، يعني قدامه هناك في لسه البوابات بتاعت الكارتة موجودة. هم عملوا حارة لوحدها على ان هو لقيه بدل ما اقف في الدور لا اقف في الطريق ده، عملوا حارة جديدة فوقف فيها. حتى بعد ما دفع هيترفع اهو العمود اللي هم سادين بيه وكده. ده اللي سمعته منه انا، يعني بقالنا كتير احنا من زي ما قلت لكم بنسافر بالقطر على طول المكيف وكده. فالله المستعان. يعني ايه بعد ما عدينا بقى اول كارتة انا خدتها نوم بقى وكده، ما حسيناش بالوقت عشان ايه ما بصش. وبصراحة بخاف من بالليل المواصلات، يعني من السكة بالليل والصحراء والكلام ده. فاحنا نمت صحيت على الكارتة التانية، قلقت كده فصحيت لقيت نفسي في الكارتة التانية. هو انا اولا حمدت ربنا ان هي جت للكارتة التانية وكده عشان ما احسش بالوقت. فاحنا عدينا الكارتة التانية وخلاص برضك ايه من احراج برضك، وانا بصور في العربية فبرضك بقيت اقفل وايه اول ما اقرب من الكيلو 21 ابقى ايه اصور.
دلوقتي احنا وصلنا لاخر ال 2021 اهو قربنا. فطبعا السكه هناك اتغيرت جدا، ما كانش فيه كباري، كان بقت في كباري. انا بقالي فتره ما روحتش عن طريق الميكروباص. الموقف اتغير، معامير طلعت، شارع الهنوفيل العمومي ده اتغير شكله تما. احنا خلاص احنا قربنا هو ورا العربيات دي، في صف عربيات قدام اهو، نزلنا من العربية تقف وهننزل. احنا نزلنا لقينا طبعا عربيات التمنية موجودة، فطبعا العربية دي ملاكي، فمعرفناش نركب عربية سوزوكي صغيرة، فركبنا الملاكي دي برضو من ضمن الأجرة اللي هي واقفة. المهم ركبنا العربية الملاكي دي واحنا ماشيين في شارع الهنوفيل، وخلصناه. ودلوقتي زي ما انتم شايفين كده رايحين الساعة 1:30 بالليل. وبرضو لقينا كارثة تانية، ان مدخل المفتاح بتاع مدخل العمارة تحت، المفتاح مش مغيرينه ومش موجود معانا. فتحنا البواب هو اللي فتح لنا، طلعنا الشقة. فطبعا زي ما انتم شايفين كده، هي ما فيهاش تراب، بس برضو عايزة ايه نظافة. البلكونة برضو مليانة تراب عشان برضو من غير ستارة فيها. فتحتها قدامك اهو كده، وبرضك هوريكم التراب شكله ايه، وهوريكم برضك عملنا فيها ايه، سواء تركيب ستاره او حاجه زي كده في الشقه بعد ما نخلصها. مش عارفه اصور لكم الروتين، بس يعني هنحاول نقول لكم عملنا فيها ايه. بس احنا برضك نمنا بعد ما خلصناها، نمنا وصحينا الصبح بقى. طبعا بدانا المشوار ان ابو عبد الرحمن نزل بقى عند فتح الله في ميدان العروسه، جاب لنا الطلبات دي كلها الصبح بقى كفطار وكده، برضك عشان نستقبل بنتي وجوزها واحفادي تاني يوم. هيجوا بقى يعني تاني يوم الصبح ده كده اللي احنا جبنا فيه الحاجات دي، هما كانوا هيجوا العصر او اخر النهار. فراح جاب لنا شويه الحاجات دي عشان ايه، طبعا ما فيش اكل وجينا على النوم على طول كده تمام كده. فعبال ما روحت الشقه كان هو راح جاب لنا الحاجات دي كلها، همبرجر والميه عشان الميه بتاعت اسكندريه متغيره عن ميتنا. وجاب بيض وجاب شويه طلبات كده، بيبس ولانشون، وجاب تحت منها الجبنه الرومي، وادي الجبنه ايه بيضه، على اساس ان هي ايه الحاجات السريعه دي لغايه لما ننوي ناكل نعمل اكل ايه تمام كده. ان بما ان احنا في العيد وكل سنه وانتم طيبين، فقلت ايه جايبه معايا ترمس ناشف، فانا سلقته، ولاجل الحظ النور كان قاطع والميه قطع، فانا صفيته في المصفى وسبته شويه لغايه لما المي النور جه بعد فتره كبيره. كان برضو ابو عبد الرحمن نزل بقى على الدهريه كده، راح جاب لنا من السوق وكده الخضار ده كله عشان نبتدي ايه نعمل الاكل قبل هما بنتي وعيلها ما يجوا. زي ما انتم شايفين كده الفحم ده لزوم المزاج بتاع ابو عبد الرحمن، وطلبات البيت بقى ما فيهوش اي حاجه، فكل حاجه من ملح وخضار وفراخ وكل حاجه جابها لنا عشان نعمل بيها الاكل. واستلمت انا بقى ايه المطبخ ودروزها وكل حاجه بقى تخص البيت بقى. كل سنه وانتم طيبين بقى. لما بيكون كده احنا لسه هنجيب تاني حاجات عشان العيد، هنا المحلات بتبقى قافله. وكده حضرنا الاكل كامل من ملوخيه طبعا ما عرفتش اصور لكم وانا بعمل الحاجات دي، طبعا ما كنتش لسه حضرت الرينج لايت اللي انا اوضبه على بعض. فعملت الاكل، الترابيزه طبعا صغيره ففي اكل لسه باقي، يعني هوريكم دلوقتي ان الطبق ده بتاع الملوخيه فاضي شويه، لا اللقطه اللي بعد كده هتلاقوه مليان، وهتلاقوا كمان في فراخ مسلوقه اهي، لان انا عملت صينيه بطاطس فانا عايزه شوربه، فاضطريت اسلق جزء من الفراخ عشان الملوخيه. وكنا بالهنا والشفا. طبعا بالليل بقى الاستاذ عبد الرحمن لازم ينزل الميه، فنزلنا بالليل عشان نقعد على البحر، فقال لا لازم انزل الميه فصورناه. وابو نوال بقى عشان انا اشوفه وهو في الميه، سلط عليه كشاف كده صب صغير عشان نبص عليه واحنا قاعدين. وقضينا اليوم. كان ساعتها بقى بنتي وجوزها جم خلاص بعد ما اتغدينا وريحنا شويه وهم ريحوا شويه، بعد كده نزلنا. هو الجو هادي في اسكندريه عشان ايه بقى، عشان كل سنه وانتم طيبين كده بقى بمناسبه العيد. الناس عيد الضحيه بالذات بتحب تقضيه في بيوتها، وكمان عشان الثانويه العامه ربنا معاهم، فعشان كده الجو هادي عندنا هنا في العجمي مش زي كل سنه. عبد الرحمن ينزل البحر يجيب لنا قوقعه ولا يجيب لنا اي حاجه ويجي يوريها لنا.
طبعا احنا تعبنا خلاص، وقلنا خلاص نروح بقى نريح شويه وقبل هما ما يشطف من الميه وكده. فخدت تعسيله وقعدت في ايه في البلكونه كده في الهدوء، وقلت اوريكم الستاره اللي انا عملتها في فيديو قدامكم قبل كده، ستاره البلكونه بتاعت اسكندريه. فبصراحة أحلى حاجة حصلت لي في المصيف السنة دي إن حسيت الواحد إن هو اتستر، إن في البلكونة إن في ناس عماير طلعت قدامنا. فساعات لما بيكون في حد بيكشفنا. احنا كده وصلنا لآخر الفيديو، وإن شاء الله نشوف بعض في الفيديوهات اللي جاية كتير بإذن الله في الرحلة اللي احنا فيها دي. شكرا لكم.